لا معلش، برفع ايدي بعد اذنك استاذ صلاح، اتفضل. هقطع بعد اذنك ده يعني، انا اللي معلش. ارفع ايدي. المشكله حضرتك في النقطه دي، ان احنا عندنا موروثات، يعني ما بنقولش موروثات ثقافيه بس، دي موروثات بقالنا في المجتمعات، في محافظات مصر وقرى مصر، انه ده الشخص اللي ممكن انا اثق فيه واحنا عارفينه، وده قريبنا، وفي نفس الوقت ده اللي بيدينا القماش وبيدينا اللحمه وبيدينا، يعني عندنا موروثات بشكل او باخر ممكن تخلي حضرتك انه الشعب او الانسان البسيط المصري يتجر تاني ورا المرشحين الحزب الوطني. ما هو يعني كمان حضرتك تحديد بتقول من لي اللي ان، هو المفسد مين؟ حضرتك بتقول لي انه احنا نعتمد على الشعب، ان هو خلاص انتوا عرفتوا يا جماعه انه دول، لا حضرتك في كثير من الشعب المصري كتير جدا مش واصل لهم لسه المعلومه دي، يعني لسه برضو مرتبط بده القريبي، ده اللي بيديني اللحمه وكده يعني. يعني الموضوع ده اصلا هي المشكله الاساسيه، ان احنا نحدد ان ده افسد ازاي ولا ما افسدش. بالظبط، هو ما ده تحديد النقطه، ما ده الفاسد الجانب من الثاني غير من الفاسد، الموضوع، ان انا والله اذا هي كان دي في حد الجزئيه. افسد حقيقه يبقى عندي ادله، دليل ادله بانه هو افسد، بقدمه المحكمه بيترافع عن نفسه، النيابه بتترافع ضده، الحاجات اللي زي دي، وتيجي المحكمه تقول في الاخر ده افسد، نعم. يبقى خلاص، طيب يبقى انت ده يعني هنا حضرتك شايف، محاكمه قانونيه. ولذلك انا خايف زي ما كانت الاستاذه بتشوف في البدايه كده. يعني حضرتك شايف استاذ صلاح انه اذا لم يتم اثبات فساد هذا الشخص حتى اذا كان بينتمي الى الحزب الوطني، فهو عليه ان يمارس الحياه طبعا. السياسيه، ومن حقه انه يمارس الحياه السياسيه. وما واذا انا اذا انا اصدرت قرار اداري، وده خطر في القرارات اللي طلعت، لان القرارات اللي طلعت بتتكلم عن قرار اداري بعزل فئات بعينها. قالوا ان هو اعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين، قالوا ان هم اعضاء لجنه السياسات، قالوا ان هم يمكن قيادات الحزب في المحافظات الى اخره. في ناس كانت في الاخر بتوسع الدايره جدا، وتقول وكل اعضاء المجالس المحليه دول 54 الف واحد الى اخره. لكن في النهايه انا العزل ده هيتم دلوقتي مش بحكم قضائي. كنا لما كانوا بيقولوا تفعيل قانون الغدر، برغم ان انا برضو كنت معترض عليه، لكن قانون الغدر ده معناه ان انا هجيب واحد هوجه له تهمه، هوديه المحكمه، محكمه جنايات فيها مستشارين والى اخره، هيقدم ادله على انه افسد الحياه السياسيه، دفع رشاوي، استخدم المال السياسي، سهل للاخرين الاستيلاء على المال العام، جرائم محدده، الفساد السياسي جرائم محدده في قانون الغدر. فاذا ثبتت عليه التهمه فانا بصدر قرار بعزله. الان اصبح تطبيق هذا القانون غير ممكن، فتح باب الترشيح هيتفتح بعد اسبوع، على ما اقدم بقى دول للمحاكمه وبتاعت كل الانتخابات تعمل. يعني في الاخر، في الاخر او في مجمل كلام حضرتك، ان في الاخر تطبيق قانون الغدر هو صعب تنفيذه في الوقت والعزل الحالي. العزل السياسي بقى هيبقى قرار اداري، هيبقى اداري. القرار الاداري ده انا، انت فاكرين في الانتخابات اللي فاتت كان في ناس بتروح تقدم ورق ترشيحها، فلجان قبول اوراق الترشيح ترفضه، فيروحوا رايحين لمجلس الدوله، فمجلس الدوله يصدر حكم بوقف الانتخابات في هذه الدايره الى حين قبول اوراق الترشيح، تمام. فالاداره ما تسالش في القرار، فالمجلس الدوله يحكم حكم اخر ببطلان الانتخابات في الدائره. فده اللي هيحصل مره اخرى. انا حاجه مثلا لا قدر الله هعزل حضرتك، او القرار بعد تروحي تقدمي ورق ترشيحك يقولوا لك لا معلش هنقبلك، معزول. هتروحي على القضاء الاداري تطعني في القرار، فتروح هناك ما خدتوهاش ليه؟ يقول لك افسدت الحياه السياسيه، ايه الدليل على انها افسدت الحياه السياسيه؟ وبالتالي هيفتح الباب للطعن في مشروعيه الانتخابات التي مجلس الشعب والشورى. استاذ صلاح، انا بقالي 3 ايام تقريبا نفسي اسال السؤال ده، وحتى سالته للجمهور مشاهدي نهارك سعيد، وانت خير من يرد عليا في السؤال ده. حضرتك بعد الحاجات الكتير قوي واللقاءات ما بين العسكري والمجلس العسكري يعني، والفريق سامي عنان والاحزاب ومشاكل و و و هل بعد كل اللي بيحصل ده هيجي يوم كمواطن مصري عندي مجلس شعب مش طرف واحد هو اللي متحكم فيه، أو جهة معينة زي ما بيحصل كان في خلال 30 سنة اللي فاتوا، اللي هو الحزب الوطني مهما عملنا مفيش حد بيردعه، أو مفيش حد بيقول له أقف خلي بالك أنت في حاجة غلط أو حاجة غلط. أنا بتكلم على كل بقى المواويل اللي حضرتك احنا شايفينها بقالنا كذا اسبوع دلوقتي، خاصة بقوانين الانتخابات. هل هلاقي في الاخر مجلس شعب زي مثلا، زي ما قلت قبل كده بعد اذنك،
أوباما مثلا في حزب معين، إنما في أحزاب تانية وبيعمل حساب الأحزاب التانية إنه ممكن ترضع. هل ده أنا حلقيه بعد كل المويل دي؟ هو القاعدة الأساسية دايما الديمقراطية لها مجموعة آليات، منها الانتخابات. الانتخابات بتجيب لي مجلس الشعب، منها التظاهر. التظاهر ده وسيلة أو أداة من أدوات الضغط الديمقراطي في حالة ما إذا أنا اكتشفت كمواطن أنه المجلس الشعب والإدارة الاثنين بيتبادلوا بيعملوا اتفاقات مع بعض ويتواطؤوا على المصلحة العامة. ومن هنا النقطة الأساسية في هذا الموضوع أنه الأغلبية الصامتة اللي خرجت في 25 يناير وبطلت صمت 30 سنة، كانت نايمة في العسل النوم لمدة 30 سنة وبعد صحيت فجأة واحدة فأسقطت نظام. هذه الأغلبية الصامتة لا تعود إلى صمتها مرة أخرى ولا تظل كأفراد، لازم تتحول إلى جماعات سياسية، أحزاب سياسية وجماعات سياسية ونقابات منظمة بتعلن الإضرابات وبتدعو للتظاهر وإلى آخره. وعلى ذلك يبقى عندي قوة أساسية كقوة ضغط للضغط على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية. بالإضافة لذلك أن أنا كناخب حين أختار أعضاء مجلس الشعب أختار ناس لديها شجاعة أدبية متحررة من أن هي تظل في إطار مصالحها الشخصية، لا تتجه إلى أنها تعمل صفقات مع الإدارة عشان تتحول بدل ما تكون ممثلة للشعب تبقى ممثلة للحكومة. وكل هذه الإجراءات علينا أن احنا نثق ونتفائل بأنه مصر اتغيرت، ولكن ده لن يتم السرعة اللي انت متصور. راني هستأذنك معلش هسترسل بس في السؤال، هل معنى كلام حضرتك واللي أنا قلته ده معناه أنه الإخوان المسلمين وحزب الوفد اللي هم طول الوقت دلوقتي بقالهم فترة مع بعض وهم أقوى اتنين في الأحزاب، هل ده معناه أنه ممكن نلاقي في يوم من الأيام ثورة تانية بعد ما الحزبين دول مثلا هفترض احتمال الله أعلم، ممكن الكلام اللي أنا بقوله غلط، هم اللي يسيطروا على مجلس الشعب في الآخر؟ لأنه زي ما حضرتك بتقول دلوقتي أنه اللي قاموا بالثورة أساسا قاعدين في بيوتهم. يعني انا يعني جيت وعملت لكم ثوره وحضرتكم زي ما حضرتك السفره جاهزه اتفضلوا حضرتكم كله زي ما انتم عايزين. لا ما هم دول شاركوا في الثوره برضو. لا ما انا على عيني وعلى راسي شاركوا في الثوره سواء الاخوان او الوفد او غيره. لكن هي النقطه الاساسيه في هذا الموضوع هو ان احنا في الاخر هنستخدم الاليات الديمقراطيه للضغط عليها. والله اذا حدث ان الانتخابات جابت ائتلاف مع ان هو الائتلاف اتفركش الاسبوع ده يعني وهم هيخشوا الانتخابات منافسين لبعضهم البعض، لكن على اي الاحوال اذا جت كتله سواء كانت الاخوان لوحدهم او الاخوان والوفد وغيرهم وتولوا السلطه التنفيذيه وما احسنوش التصرف، فانا قدامي حاجتين. قدامي ان انا في الانتخابات القادمه اسقط كلاهما واجيب ائتلاف مرة أخرى، وقدامي أن أنا أمارس أدوات الضغط الديمقراطية اللي أشرت إليها بعد ذلك عليهم عشان يصوبوا إجراءاتهم. علينا أن احنا نلجأ باستمرار إلى أنه أولا في نقطة أساسية لازم نمشي، مش مصر مش هتبقى جنة في يوم وليلة، وعمر ما في بلد بتصبح جنة في يوم، وهيفضل فيها مشاكل ومشاكل منيلة ربما أنيل مما يجري الآن مهما كان فيها. الحياة الإنسانية دي الحياة الإنسانية، لازم المشاكل بتتعقد لأن احنا كشعب رغباتنا وأمانينا ورغبتنا في التقدم بتزداد. احنا في جيلنا احنا كان أقصى أمل واحد عندنا إنه هو يشتري ثلاجة بالقسط ويشتري تلفزيون بالقسط، دلوقتي العروسة عايزة دش وعايزة وعايزة فدائما هتبقى هناك مشاكل. فعلينا ان احنا ندرك انه هذه المشاكل مع الوقت هتتحل وهتيجي مشاكل غيرها، وانه هذه هي الحياة، بس المهم انه الحياة هتبقى في نطاط ارقى بكثير مما كنا فيه. تمام. الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح هيثم بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، ونهار حضرتك سعيد يا فندم. ميرسي يا فندم قوي وشرفتنا ونورتنا يا فندم. مشاهدي نهارك سعيد، هسيبكم دلوقتي مع تقرير لعرض فيلم الفاجومي، واقام المركز الثقافي الفرنسي عرض للجمهور فيلم الفاجومي بحضور مخرج الفيلم دكتور عصام الشماع. نروح نتابع التقرير ونرجع مره تانية نستكمل فقرتنا في نهارك سعيد، خليكم معانا.